إذا مشاهدينا إلى موضوع آخر من موضوعات أمسيتنا لليوم، ومع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، حيث نظمت الهيئة أسبوع التطوير المهني للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2022-2023 في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم، مستهدفا قرابة 300 من إدارات المدارس الخاصة في الشارقة، وذلك بهدف تقديم أوجه الدعم اللازمة لصقل مهارات العاملين في الميدان التربوي وتعزيز فرص التحسين لديهم. تفاصيل أكثر نتابعها في التقرير التالي. من أجل دعم وتطوير الميدان التربوي، تتواصل فعاليات أسبوع التطوير المهني للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2022-2023 بتنظيم من هيئة الشارقة للتعليم الخاص إدارة التحسين المستمر في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم خلال الفترة من 19 وحتى 22 من سبتمبر الجاري، مستهدفا قرابة 300 من إدارات المدارس الخاصة في إمارة الشارقة. إذ يأتي الأسبوع استكمالا لجهود الهيئة التي تنظم العديد من اللقاءات التخصصية لمجتمعات التعلم المهني مع الكوادر الإدارية والتعليمية. تنظم هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم أسبوعاً خاصاً للتطوير المهني، نحتفي به ومن خلاله بالقيادات المدرسية العليا والوسطى من مدارس إمارة الشارقة الخاصة. ويأتي هذا الأسبوع فرصة لالتقاء مجتمعات التعلم المهني بخبراء تحسين المدارس المعنيين. اليوم عندنا يوم من أيام أسبوع التطوير المهني، واليوم دور وزارة التربية والتعليم، مدارس وزارة التربية والتعليم، وعملنا من نشتغل على الروضات وتطوير الروضات. فاليوم الدورة هي عن التعليم من أجل التعلم في الروضات، وعم نبني يعني الخلفية عشان نكمل مشروع لمساعدة المدارس إنهم يتطوروا على برامج الروضات اللي موجودة في المدارس حالياً. طبعا هاي الحاجة ظهرت عنا من زياراتنا، لقينا انه في بعض الخلل اللي بنحاول انه نطور عليه ونساعد المدارس انها تتخطى بعض الامور اللي بتحتاج لتطوير. يركز الأسبوع التدريبي على تزويد الإدارات المدرسية بآليات واستراتيجيات متنوعة لإعداد أجندة التحسين المدرسية والأولويات التدريبية للمدارس، ويتواصل بواقع 5 جلسات يومية. أعطونا خطة معينة نعمل عليها، من شان إذا كانت معلمة جديدة أبدا ما عندها أي معلومة بتبلش من الصفر معهم. يعني في خطة بتصير عليها المعلمة، بتشوف الأشياء الناقصة بالصف، المعايير اللي تستند عليها حسب معايير التعلم. أسبوع التطوير المهني للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2022-2023 صقل لمهارات العاملين في الميدان التربوي وتعزيز لفرص التحسين لديهم.